في المرحلة المقبلة. ليش هذا المحاور حنتكلم من خلاله؟ أستاذ عمر أيضا لو عندك أي مداخلات بعد ما نسمع أستاذ الطيب نرجع مرة ثانية. طيب، في طلب من الكنترول أغنية حقيبة الشاعر أبو صلاح، عطف علي يا ريم. خصرك رقيق وعلي قلبك حجر ما نال. هواكم جافل أهل والخلال، فحسب تقايق الليل أنا والنجيم زمان، تابع هواكم جافل أهل والخلال. لو عيني تنظر خد تكون مدة ما زعل. بالنغمة تسكرني بالنظرة والميسال، أنا جميلة فعلا وقولا لسان، بالنغمة تسكرني بالنظرة ولي سيف لحافك أحسان، وانا يا مدلل قصدي من الحزن إحسان. يا أكحل العين يا ناير الأوجان، شكلك ريح ويشيل قلب الإنس وجان، يا أكحل العين يا ناير شفنا البدور تسريج من بسمتك سرجان، ما بين بياض الدر وخضرة المرجان،
آية الحزن وريحانة السودان غاية محاسن جيل في كافة قلب الفنان يا آية الحزن وريحانة السودان غاية محاسن جيل في كافة قلب الفنان ساكن بشاطئ النيل وبداخل الأبدان في حارة فيها محاسن جنة الولدان أعطف علي يا ريم يا نافر الغزلان خصرك رقيق علي حجر ما خصرك رقيق وعلي قلبك حجر ما خصرك رقيق وعلي قلبك حجر ما لا سلام شكرا لك.